الترجي الرياضي التونسي، وكانت مفاجأة نسبيا في غياب حارس مرمى. التغييرات بالجملة بالنسبة لعمار السويح، باش نشوفوا مع بعضنا زادة التغييرات على مستوى التشكيلة بعد تقرير المباراة. نتفرجوا مع بعضنا الترجي الرياضي التونسي ترجي الجيز. يفتتح النتيجة مفاجأة كانت في ملعب المنزة، نلعب في دقيقة 44. شوفوا العملية، معز بن شفيعي ما نجم يعمل شيء، ياسين صالحي في 83 باش يسجل، أيضا هيثم جويني بطريقة غريبة جدا يضيع كرة ثمينة وثمينة جدا. أمامكم أيضا محاولة ترجي جرجيس. اليوم ترجي الرياضي التونسي أشياء غريبة صارت على الميدان، كما قلنا سعد بقير كان عدل النتيجة في دقيقة 64. يرجع من جديد ترجي جرجيس، وفي دقيقة 83 غلطة في محور الدفاع، كرة كونتري. أمامكم العملية، ترجع ياسين الصالحي ما يلقى حتى إشكال باش يغلط، إذا حارس المرمى معز بن شريفية. تغييرات عمار سويح اليوم كانت محل يمكن نقاط استفهام عديدة. خالد حسني نلقاو دخول هيثم جويني، شاكر رقياي، دريس المحيرسي، اللي هما نفس اللاعبين خالد حسني اللي خرجوا من بعد على مستوى التغييرات. بلبوا خذا مكان هيثم جويني في دقيقة 61، الخنيسي خذا مكان شاكر رقياي في دقيقة 68، ودريس المحيرسي هاو أمامكم خذا مكان ليزلاسي خذا مكان دريس المحيرسي في دقيقة 72. كيفاش نجموا نفسروا شنو اللي صار؟ هل اليوم عمار صويح دور الافكتيف ما عطاش قيمه ترجي الجيس، والا عمل اختيارات؟ ما دورش الافكتيف، عمل اختيارات اللي هو يشوفها. شو تو باش يتكلم واحد الاختيارات الاولويه راهو صعب، وصعب جدا، لان المدرب قبل راهو يقعد بالنهار نهارين ويخمم. بون عمل اختيارات، هو مسؤول عن اختياراته. دور الافكتيف ما استسهلش المباراه؟ نعم ما استسهلش المباراه؟ لا ما نظنش الترجي، ما نظنش يستسهل المباراه، مستحيل. مهما فريق ما يستسهلش، واحترام احترام لل وشو زرزيس عملت مباراه ضد ايطوال كانت معناها تو نحكيو نظريا قبل المباراه التخمام، هل هو حيطلع المجموعه اللي هو فكر يقول لك فما اختيارات، فما اختيارات يحتمل يقول لك جاي وقت هيثم، جاي وقت كذا، ولكن التعب ولا جيستيون دو فاتيك، تصرف في التعب ليس بتبرير. لماذا؟ لان الترجي عندما يكفي باش تتصرف تصرف معناها خارق العاده مع بسيفري. ما كفاش برشا اليوم؟ نعم ما كفاش برشا اليوم على الميدان. ما كفاش برشا، مثلا نعطيك مثال انا، فما اون ديفونس ارفير، هذا لا شك بالنسبه لي انا، خاطر الدفاع كل مره يدخل عنصر ما فماش ياكد تماسك كيما الاطوال مثلا. الدفاع نتاعها تو عاش قد الشرب سيفيني، اذا الانسان خذا اوتوماتيزا في الدفاع، مره شمام، مره كذا، مره كذا. ثم مثلا الريجل تاع السنين مش الريجل تاع المواسم الفارطه اللي كان فريمون هو البيلي دو ليكيب. ثالثا ثم ملاعبيه خذيتهم الترجي ما لعبوش، كيما جلاسي، كيما اليوم ما ريناش شو اسمه رجابي. نعرف تو باش يقول لي سي عمار يا سي خالد كنت مدرب، نعرف الكلام بعد الماتش سير، ولكن انا مش نتكلم على الماتش، مش نتكلم على الواحد، اما نتكلم. انت اعطيتني سؤال، قلت لي اختيارات او تغييرات. اي هذا هو، قلت لك اختيارات. هل هو تدوير افكتيف ولا اختيارات؟ بالنسبه لي ان شاء الله نكون غلط، ليس بتدوير افكتيف. الدور افكتيف لو لعب جمله مفيده ومبتدا، ليس بتدوير افكتيف. خالد حسني منير راشد في المقابل، منير راشد اللي اعلن انه في حال هزيمه اليوم في المنزل كان باش يغادر الفريق. منير راشد ينتصر على الترجي في تونس. اوكي تو جيت الضغط على ضغط النتائج كبير 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 ياسر على كل المدربين. ريت سيوسف الزواوي بالرغم الخبره وبالرغم معناها حتى هو طاح في الفخ، ما تيحوش في الفخ. منير راشد يحتمل معناها الراي العام. كيفاش لقيت ترجي جيستي؟ نعم كيفاش لقيت ترجي؟ برافو. وانا نقول لك الهدف اللي سجله المسعدي بالنسبه لي انا من احسن الاهداف اللي سجلت تكنيكمون، يعني على مستوى الفني وعلى مستوى على مستوى تنفيذ هذه الحركه صعبه وصعبه جدا، انشينمون بزدر ثم كذا ثم يدور، بارك الله فيه يعطيه صحه، هدف خارق العاده. كلمه على حمزه عداله، اذا معوض اشرف كيري نتمنى له الشفاء العاجل بالطبيعه ان شاء الله لاباس اشرف. حمزه عداله اليوم مباراه جديده يتالق فيها، يتالق فيها هذه المباراه الثانيه، خاطر نظن حتى ضد الايطوال لعبها هو.
لعبها هو على ما اظن خاطر كريق ضد قروان يسيب لي سي معناها اوكي فما البديل وهذا خرق العاده. بالنسبه للحارس اللي حارس اللي هو يعتبر من الركائز الاساسيه للترجي سيستدرك الامور والا في مباراه قدم في الجوله القادمه اللي هي بجدور يوم الاحد باش تكون اول جوله في 2016. الاجابه تقع على قناه التاسعه بما ان المباراه ستبث مباشره على قناه التاسعه ابتداء من ماضي ساعتين يوم الاحد. اذا الملعب الجابسي الترجي الرياضي التونسي مواجه القادمه في اطار الجوله 14. وايضا اليوم حكينا على منير راشد. منير راشد ما كانش الوحيد اللي سلسلات اليوم كان فما الأسعد الدريدي ايضا في